نرجع كده للفايل بتاع ستيم، ولو رحنا الفايل وقلت له لود اوبجكت بريسيت يوزر اوبجكتس، انا عندي اتنين اهو الستار هيد بولت. افتكر في كونتنت براوزر لو رحنا البريسيتس يوزر بريسيتس اوبجكتس اهو تمام، دبل كليك اوبس ما خدش الهيد. طيب رايت كليك ديليت، رايت كليك ديليت ما خدش الهيد. طيب ده الكنترولر طبعا ديليت ويندو، ناخدها ازاي دي بقى؟ طبعا ادي الهيد انستنس، وادي التوب بولت، وادي البوتوم بولت. هنعمل ايه؟ هناخد الثلاثه دول و كنترول دراج بره الكنترولر تمام، ويبقى ده الت جي بعيد عن الكنترولر خالص، وده اللي هنسميه اتش كات بولت تمام. نعمل لنا واحد تاني تمام. حلو، ناخد الكنترولر ده كنترول نسحب الت جي دبل كليك ونسميه ستار كات بولت. هاخد الاتنين دول اديت كوبي، ممكن احفظهم ك بريسيت. لو قلت له كده فايل سيف اوبجكت بريسيت اتش كات بولت، وده فايل سيف اوبجكت بريسيت ستار كات بولت. هرجع هنا، ما لازم ينزله يعني فايل لود يوزر، او هرجع هنا بس هعمل هنا ده. هعمل ريفرش، مش ممكن ما يكونش عمله بقى. edit load user set اسف user object edge cut برضو. اوه طيب، هو واخد instance، الانستنس ده انا لسه ما جيتلوش، بس عموما امرها سهل، امرها محلول. هو واخد دي، فانا اضغط بس خلاص، ده كده بقى اوبجكت سي. الحمد لله ما فيش اي انستنس تاني تمام. كده هتتسيف، اهي هنشيل ده بقى ديليت دبل كليك على ده ودبل كليك على ده. هناخد الاتنين وحجمه صغير جدا، بس هنسلكتهم لبره تمام، واكيد هنسكيل الاتنين. هاخد الاولاني اللي هو ده، وكالعادة هروتيته 90. ده بقى مفيش يعني، ده هيتحط بالايد يعني. هناخد ده كده و نطلعه فوق يعني. يا سلام،
يعني والله ما أقصد، بس يعني ما شاء الله ما شاء الله المسمار يعني يفرح. جميل. طيب الباشا ده عايزين ناخد منه كام كوبي كده، نعمل حاجة حلوة. نعمل ايه؟ خد الاكسس بوينت بتاعته، تمام، وهنحطها في النص. تعالوا كده، انا عايز احطها هنا. عشان احطها هنا هروح للسناب واكليك واطول واقول له enable snapping 3D snapping vertex snap. همسك بقى دي كده واقوم واخد دي في النص. هتنفعني بايه؟ هتنفعني ان انا هرجع اشيل دي واروح للروتيت، امسك كنترول مع شيفت وهدي 90، زي ما انت امسك كنترول مع شيفت وهدي 90، زي ما انت برضو امسك المحور كنترول مع شيفت وهدي 90. و كده بقى خلصان. اما ده فالت دبل كليك كده هخليه بعدين. دي كده البولز. طب انت لو عايز ترجع المحاور زي ما هي شيل بس السناب، عايز ترجع المحاور زي ما هي كل محور في نص الاوبجكت بتاعه، لو عملت كده وجيت رحت لمش سنتر اكسس سنتر اكسس 2 ولا هيعبرك، تمام. فانت بتعمل ايه؟ انت ميدل كليك ميدل كليك كنترول كليك شيل البيرنت مش سنتر اكسس، بس هتقوله المره دي سنتر بيرنت 2، يعني سنتر الاكسس بتاع البيرنت للتشايلد، او بالمنظر ده رجع الاكسس زي ما كان. ميدل كليك كنترول كليك مش سنتر اكسس سنتر بيرنت 2، ميدل كليك كنترول كليك مش سنتر اكسس سنتر بيرنت 2، ميدل كليك كنترول كليك سنتر بيرنتو. بالمنظر ده لو جينا نبص هنلاقي الاكسس رجعت كما كانت. كل ده ما عدا ده، تمام. Alt شي كل ده في جروب، وهسمي الجروب ده ايه؟ ال فرونت كاب. طب انا عايز اخد اختها ورا، بسيطه، عايزين ناخد دي نسخه منها ورا. هروح للجنريتورز سيمتري، واتاكد ان السيمتري في النص، تمام. خد الفرونت كاب دي حطها هنا بقى كده. هو احنا لو ضغطنا سي يحصل حاجه؟ هيحصل مصيبه. كنترول زد وارجع زي ما كنت كده، تمام. هنخليها سيمتري لحين، فدي هنسميها فرونت باك كابس. فرونت باك كابس كنترول اس. لو رحنا للسبلاي جروت شيدنج هنلاقي الدنيا بتاعتنا بالشكل ده، تمام. نيجي بعد كده ليه كده؟ افتكر ان كده الجسم هيبقى خلص، فاضل بس هنا نحط حاجه زي العداد كده. دي امرها سهل. هروح للسيلندر كالعاده، هروح ل ده وارمي ده جواه كده. ريسيت بي اس ار، طلع ده بره. ده زي ما قلنا هيشاور على اكس، والهايت صغير، واكيد راديوس صغير. راديوس هنخليه كده مثلا. نطلع ده بره بس عشان نشوف واحنا شغالين.
وعايز اقول له واير فريم عشان اشتغل بالشكل ده. تمام. كالعادة احنا ممكن نخلص من الفيسز من الكاب دي، فاروح لكاب ممكن اقول له انا مش عايز كابس، بس هعملها بايدي وهتاخد وهتاخد مننا وقت. فالاحسن اني اروح للباشا ده، رايت كليك اوبتي وايز، كليك البوينت بيفل، هبيفل البوينت دي كده، رول زد. كنترول اي، رايت كليك، اوبتمايز تاني، واحد يقول لي الله ما انت لسه عامل اوبتمايز وبرضه بنفس الموضوع. لا بس خلي بالك، سب ديفيجن بواحد، تمام، بالصفر بس. طيب هاخد يو ال وسلكت اللوب ده وعايز اوسعه شويه، خلاص يستحسن كنترول كليك بيقلب السلكشن. واحد يقول لي ما احنا ممكن نعمل ايه، نعمل كده ونعمل كده، صح وغلط، ممكن يظبط معاك مره وعشرة لا، لكن لو عملت رايت كليك وقلت له سلايد كده انت ضامن مليون في الميه ان الايدج بتاعتك ماشيه مظبوط والفلو بتاعك ماشي مظبوط ومفيش حاجه متلخبطه. بعد كده خد الفيس اللي في النص، كنترول اسحب، انزل بيه لتحت لورا بالشكل ده كده، وافتكر ممكن نعمل انر اكسترود وممكن نعمل ايه تاني. عايزين نقفل دي كواد، يبقى هنوصل. طيب كنترول زد، معلش هرجع تاني كما كنت كسلندر. خليه 8، تمام، خليه 8، ونعمل حاجة ظريفة قوي. ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل رايت كليك واقوم قايل له هنا لوب كات واكات هنا مثلا يو ال وسلكت دول، رايت كليك اكسترود، اوبس اكسترود واحد بس كفاية، ودي ممكن نزودها كده 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 تمام. هتقول لي طب والنقطة دي هنخلص منها بس جوه، تمام، هاخد دول وكنترول ونسحب، اكسترود انر، تمام، هنخلص من دي بقى، من ده اهي، هنبيفل، ايوه بالظبط، هنبيفل دي كده، ورايت كليك، لاين كات، كات، طبعا المفروض اعمل اسكيب، فطالما انت هت يعني هتقط واحد بس وخلاص،
ممكن تقول له سنجل كات، وممكن تعمل سناب احتياطي، يعني كليك انيبل سناب، قول له فيرتكس سناب. ليه؟ علشان يبقى هنا كليك على طول يسناب للفيرتكس. بالشكل ده قفلناها كوادز والدنيا معايا مظبوطه وتمام التمام. هاجل ده شيفت صح؟ لا، كنترول الت. تمام. طبعا هن 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 هنحط شويه بيفلز بقى. هاجي هنا واجي ل ممكن اشتغل بيفلز، ممكن اشتغل باللوب كات، اي حاجه. لو وقفت على ايدج ودبل كليك هيعمل سيلكت على اللوب. طبعا شيفت دبل كليك سيلكت على اللوب التاني. عايز اقفل كده عشان احدد اللوبس. شيفت دبل كليك، شيفت دبل كليك. هحتاج تاني كنترول دبل كليك، اوبس، كنترول دبل كليك، كنترول زد زد. في لوب جه غلط. يو ال احسن. ادي ادي لوب. شيفت كليك، شيفت كليك، شيفت كليك. بيفل سب ديفيجن واحد. اوبا، ليه بقى؟ كنترول زد، كنترول زد. هو افتكر كده كويسه، بس انا عايز اعرف ليه حصل اللي حصل. هضيع السلكشن ده خالص، وهناخد ده كده شيفت مع ده. كنا واخدين واحد فيهم غلط، او مش كنا واخدين واحد غلط، هو اوريدي انا حاسس ان في هنا اتنين اتش. كنترول كده شيفت كده. لا، في هنا اتنين اتش على فكرة، اتنين. هقول الاتنين جم ليه. كنترول زد، عملت كنترول زد كتير، اسف، بس بنسى. اكسترود عشان دي. تمام، عشان الكرييت كاب دي. كرييت كاب دي هتعمل اتنين فوق بعض. فكالعاده، تمام، كالعاده دول طالما بالمنظر ده، هقوم جاي رايح وعامل سبليت اللي هسميها كاب. تمام، كنترول ايه على الكاب، خلاص. والمنظر ده هروح للاكسترود واكريت كاب براحتي بقى واشتغل كده. او في حل احسن، ان انا اصلا اشيل ده خالص. تمام، بالمنظر ده. يعني افتكر كده لو انا رحت لللوب سيلكشن ده وعملت بيفل، قبل ما اعمل بيفل افتكر لو عملت كده 1 اتش بس كده، كده احنا مظبوطين كده وكده. طبعا شيفت دبل كليك بقى عشان اخد كلهم. شيفت دبل كليك لحد حالا هو ده بس اللي هيتعمل. بس قبل ما اعمله هاخد الفيس دي كنترول واسحب.
في منظر مسلم. هو ده كانت المشكلة يعني. تمام بالشكل ده كده. بعد كده اروح للايدجز، بيفل، شيفت دبل كليك، شيفت دبل كليك. افتكر كده البيفل هتشتغل. تمام كان في نقط مش عارف هي جايه منين بس اتظبطت. Alt Subdivision. تمام. طبعا دي امرها سهل. عم نرى كليك وقلت له لوب باس كات وقمت عامل بس قطينا. تمام. بعد كده انا محتاج حتة اعمل منها الازاز لان دي هيبقى فيها خامة وقدامها جلاس، ومحتاج اصلح المشكلة اللي جوه. المشكلة دي رايت كليك اكسترود انر اكسترود بالشكل ده كده. تمام. و بعد كده هاخد البوينت دي بيفل، هبيفلها كده ويبقى ما عنديش هنا سب ديفيجنز. تمام. بعد كده رايت كليك واخد اللاين كات تول سنجل كات، واخد واخد كت. تمام. كنترول A رايت كليك اوبتمايز، والمنظر ده كده هيبقى الدنيا بتاعتنا قفلت مظبوط. لو خدت الفيسز اللي جوه دي اللي هما كام فيس دول يو ال، بصوا كده، وهاخد ده فيل سيلكشن شيفت واخد ده. طب انا هعمل بدا ايه؟ هعمل سبليت، ده هيبقى الجلاس كفر. طبعا هحط الاثنين دول الت جي جوه نل وهسميها الفرونت جلاس ميتر، العداد اللي هو الفرونت. انا عايز الجلاس كفر ده مش سنتر اكسس، سنتر اكسس 2 عشان اظبط الدنيا، وبس هاخده اطلعه بره. بس عايز ديسبلاي واقول له هنا لا خلي زي ما هو، هاخد ده كده واقوم بس زقه واطلعه بره كده. كده تمام. تمام. بس انا عايزه يبقى شكله محدب، يعني طالع واخد تقويسه كده. قبل ما ياخد التقويسه بتاعته دي انا عايز ارجع لورا كده شويه وهعمل له اكسترود. بس الاول هعمل له التقويسه دي ازاي؟ هسلكت البوينت اللي في النص دي بس، وروح للسلكشن تول، وعندك هنا حاجه اسمها سوفت سلكشن. يا راحت فين؟ اوبشن سوفت سيلكشن. في السوفت سيلكشن لو رحنا هنا ممكن اقول له دوم، يعني نقي اللي انت عايزه، بس الراديوس قلله يعني لان هو كده كبير. افتكر واحد
يعني هنا اقوى مكان وهنا اضعف مكان. تمام بنعملها كده. بص لو انت مسكت البوينت دي وسحبتها كده لقدام شايف طالع زي الروبر. تمام كده مثلا زود كده شويه بحيث يعني يبقى في التحديبه اللي احنا شايفينها دي. كده كفايه. مش عارف سيرفس بتعمل ايه ولا روبر يعني، بس هو ظريف السوفت سيلكشن هنا بصراحه. خلاص شيل هنا في الاوبشن قول له النورمال العادي وكنترول ايه على الفيسز دي كلها ورايت كليك اكسترود، والمره دي عايز كابس و انزق لبره سنه بسيطه بس واشغل السب ديفيجن سيرفس. طبعا واضح ان انا محتاج اكبر السكيل بتاع الغطاء الازاز ده، فهكبر السكيل لغايه ما اخش جوه بالشكل ده. تمام بالمنظر هاخد السب ديفيجن سيرفس ده وازقه اخش هنا كده. تمام بالمنظر. تعبت. طيب لو رحنا ديسبلاي وقلت له ايس بارمز هلاقي الاوبجكت بتاعي بالنظافه دي. لو انت شايف ان فينا تضليع ممكن تروح هنا وتقوم مزود ده كده فهتبقى الدنيا سموز. كنترول اس. فضل ان احنا عايزين نعمل هنا، هو راشق هنا كده بس انا عايز اعمل لحام. عارفين اللحام؟ لحام. تمام هنعمله ازاي؟ هنروح للجلاس واروح للديسبلاي وتاني اقول له واير فريم. تمام هي الفكره بس ان انا عايز اعمل سبلاين هنا كده. فعشان اعمل سبلاين ده هروح للسلندر ده رايت كليك او مش رايت كليك، هروح للايدجز رينج، هجيب الرنج ده وهعمل بس ام هيعمل كونكت. خلاص خد لوب سيلكشن وهات اللوب ده، مش عايزين منه اي حاجه على فكره. كل اللي انا عايزه منه ان انا اروح ل مش كوماند ايدج تو سبلاين نفس القصه. طلع بقى السبلاين ده بره وهات السلندر وانت عامل وانت مسلك على دول رايت كليك ديزولف. ديزولف يعني هيشيلهم تاني طبعا ده السلندر، بس يعني عملنا حاجة عشان نعمل حاجة وبعدين شيلناها تاني. غدارين احنا على فكرة. تمام ناخد ده كده وطبعا ده هو بالشكل ده فانا مش عارف شوفك مش هينفع يعني مش نافع. انا عايز ده يبقى سيركل. عشان يبقى سيركل شيل سناب وهنستخدم اداه حلوه قوي اسمها الراوند. راوند بتعمل سب ديفايد يعني بتقسم النقط دي لمجموعه نقط لغايه ما تخليه سموز. طبعا هعمل كده واقوم هوب اعمله كده افضل كده 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 لغايه ما يبقى بالشكل ده كده. ممكن حتى يبقى بدل بيس بلاين اخليه كيوبيك مش عارف، بس هو يعني افتكر كيوبيك انضف احلى. ممكن اقلل دول ازود دول لحد ما ابقى راضي عنه. افتكر كده الدنيا تمام. في المحاضره الجايه هنعرف ازاي نعمله لحالنا.